البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي المغربية في ابو ظبي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الكلاص عائلي. صراحة ديجا هذا الكلاص معتمد عندي مش حال هذا. المهم لهذا الكلاص شنو غنحتاجو؟ عندي هاد لاموسون فاني ديال 110 غرام، كلشي كتعرفوها راه فيها بزاف ديال ليغو. انا صراحة تنعشق غير ليغو فاني. عندي هنا واحد 3 المعالق كبار حتى 4 كبار ديال نيسلي كاراميل. صراحة شي 3 المعالق كبار عامرين. عندي تقريبا 400 ملي ديال الحليب، نورمالمون هو تيدار فيه غير 250، ولكن الا بغيتو تحصلوا على حجم عائلي ديروا 400، وبعض المرات نديروا حتى 500 غرام ميلي باردون. هاد المره درت 400. وعندي هنا اللوز مهرمش، ديجا هرمشتو ولكن ماشي تهرمش ليه، هو كبير شي خليتو صين شي تهرمش، تعطي واحد لوغو غزال. وانتم ممكن لكم ديروه هكاك عادي، سينون ديروا معاه اللوز مهرمش مكسرات محمرين ومهرمشين، ممكن لكم ديروا حبات الشوكولاته يعني اللي متوفر عندكم. المهم اول حاجه غادي ناخذ الحليب. كيف ما تتشوفوا هذا الحليب 400 ملي، غادي نضيف عليه مساج ديال لاموسون فاني. غادي نضيف عليه مساج ديال لاموسون فاني. ودابا غادي نبدا نطلع الكريمه ديالي. كيف ما تتعرفوا بالباتور دابا غادي بواحد السرعه اللي هي هابطه، ومن بعد غادي نبدا نطلع شويه في السرعه. نتوما عارفين ملي كيبغي تخدمي الباتور راه تبدا يترش داكشي عليك، كيف ما تتشوفوا كاع ترش ليا. داكشي علاش تنبدا بواحد السرعه ليا هابطه، ومن تيتخلط المزيج الباودر داك الساعات كنطلع في السرعه اكثر حتى كنحصل على واحد لا تكستور اللي هي كريمي. ونرجعوا كيف ما تتشوفوا انا بديت كتعطيني داك لا تكستور كريمي. هي غادي نكمل شويه في الخفق، ومن بعد غادي نضيف هذوك 3 المعالق كبار ديال نيسلي كراميل، وغادي نكمل الخلط حتى كنحصل على على واحد واحد الشانغو خليط اللي هو كريمي بزاف. صراحه هذا الكلاص سهل سهل بزاف، ويمكن لكم تستعملوه للضياف ديالكم، يمكن لكم تستعملوه كيف ما نستعملوه انا في مول كبير يعني مول دائري، يمكن لكم تستعملوه كذلك فرديين، يمكن لكم تستعملوه في ديفيرين، يعني نتوما على حسب لما غادي تقدموه. انا تنديروه في المول، كيجيني يعني كيف ما تنقولوا تيجيني دائري وكيجيني كبير، يعني تنقطعوه بحال اون تارت. مهم غادي نضيف هذوك اللي 4 ديال لي كويغ ولا 3 الكويغ عامرين ديال نيسلي كراميل. صراحه تعطي واحد لوغو زوين زوين بزاف. ويمكن يمكن لكم ديروا غير 3 المعالق، يعني انا هاد تقريبا هاد 3 3.5 هما اللي كانوا عندي في الحك ديال نيسلي، حيدتهم كاملين واستعملتهم. ومن بعد غادي نواصلوا الخفق ديالنا حتى تيتجانس الخليط كله. كيف ما قلت لكم راه داك الباتور الله يستر تاي الدنيا كاع تيعمرها، سورتو الا ضربت فشي بلاصه خاويه. او كيف ما تشوفوا البنات، هذا هو الخليط اللي حصلت عليه، كيجي خليط رطب رطب بزاف. دابا غادي نضيف عليه هذاك اللوز اللي ديجا شي مهرمش شي باقي زين، وغادي نحاول ندخل هذا اللوز في الكلاص ديالي. وكيف ما تتشوفوا من الفوق لتحت بحركات اللي هي دائريه حتى كيتجانس الخليط كله. ومن بعد عاد كنديروا في المول. انا المول اللي غادي نستعمل غنستعمل مول سيليكون، اللي مولفه تنستعملو ديما في الكلاص، تيجيني ساهل. اللي عنده مول عادي يمكن يستعمل مول عادي، ولكن يدير سلوفان يغلفو بالسلوفان عاد يدير الكريم باش من يبغي يدير الكلاص باردون باش من يبغي يزولو اوتوماتيكمون غادي يزولو جرا من السلوفان، تجيه العمليه سهله. المهم كيف ما تتشوفوا انا راه هو المول اللي استعملت. غادي نديرو في التلاجة، غادي نغطيه بالسلوفان وغندخلو التلاجة. كيف ما تتعرفو يمكن لكم تخليوه 8 سوايع
10 السوايع انا كنخليه من الافضل من الافضل تنخليه ليله كامله. دابا انا درتو في العشيه، يعني درتو شويه بكري ولكن خليته ليله كامله باش كتحصلي على نتيجه كتكون زوينه. ولا بغيتي نتوما تقدموه بكري خليه على الاقل 8 السوايع 10 السوايع، ولكن غادي يجيكم واقف، ولكن ماشي بحال اللي خليته ليله كامله. المهم كيف ما تتشوفوا انا غادي نحاول كيف ما نضرب بحال هكا باش الخليط كله تيتجانس ما يبقاوش عندي الفراغات. ومن بعد غادي نغطيه بالسلوفان وغادي ندخلو الثلاجه. انا خليته كيف قلت لكم ليله كامله، وان شاء الله من غادي يوجد معنا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش تيجي. كيف ما قلت لكم كلكم تحضروا لوليداتكم، تحضروا لضيافكم مع الـ في مع الـ مع مع الديسير. من تقدموا الديسير تقدموا معاهم حتى لي كلاص من الفوق، يعني كيكون واحد الديزاين اللي هو غزال بزاف وسهل، ما فيش مكونات اللي هي كبيره. وصراحه انا ملفته نديرو شحال هادي، يعني تقريبا دابا راه شي يمكن 3 سنين باش كنت كنديرو في المغرب انا والام ديالي وداكشي. وبقات يعني البنات اللي عايشين في الامارات محال غادي تقدروا تلقاو هاد لاموس اون فاني عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال المغرب، تقدروا تلقاوها تقدروا ما تلقاوهاش. انا جابتها لي الصديقه ديالي من المغرب، هي جابتها ليا، يعني تنحاولوا نديروا شي حاجه باش نعيشوا الاجواء وداكشي. اما هنا في المغرب في الامارات جو بونس ما بوغ لانستون باقي ما لقيت حتى شي موسون فاني، لقيت ان شاء الله راح نشاركها معكم. والبنات كيف ما تتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرنا البارح. كيف ما تتشوفوا راه يلا خرجته من الثلاجه باقي قاسح، صراحه تيجي زوين ولذيذ بزاف وكيجي بحال اون تارت كيف ما تتشوفوا. يعني يمكن لك تقسميه بالطريقه اللي بغيتي، انا صراحه كي قسمته بحال هكا، يعني الطريقه سهله ولذيذ لذيذ لذيذ بزاف. وشتو كيفاش تيجي داك اللوز من الداخل، هذاك اللي تيكون مهرمش بزاف تيجي في الخليط، وهذاك اللي تيكون ديجا باقي شاد في راسو او طريفات صغار تيبان من الفوق. صراحه واحد لوغو تيجي رائع واكثر من رائع، غزال غزال بزاف وتستحق التجربه. وكنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم بيان سور الفيديو ديال اليوم او الوصفه الكلاص بلا موسون فاني اليوم، ما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم لي بارطاج. والبنات اللي تيشوفوا القناه ديالي وباقي ما شاركوش فيها كنتمنى ان شاء الله تدعموني بالاشتراك ديالكم وبالضغط على السابوني، وكذلك تضغطوا على الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي. وكنقول لكم ان شاء الله شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.